مع سيناريو كابتن اشرف ولا ليك راي تاني؟ لا انا بشوف ان ايمن لو مش هيلعب ده ممكن الراجل يغير في خطه لعبه، يغير في خطه لعبه بدل ما يلعب 3 4 3. انا بشوف ان لان ايمن في 3 4 3 هو اللي بيعمل التغطيه ورا علي معلول على طول. ايوه مع انضمام الناحيه العكسيه لاكرم توفيق. لكن في حاله غياب ايمن ممكن يلعب بياسر ابراهيم يا رامي ربيعه. وهنا هيدي مهام مش هجوميه بشكل كبير جدا لعلي معلول. لعلي ممكن يرجع علي ورا شويه، هيرجع ورا شويه. ده بيتوقف برضه على حاله جاهزيه ايمن. وفي نفس الوقت انا بتفق طبعا مع كابتن اشرف ان لازم ولابد من التواجد الهجومي لقفشه وشريف وبرستاو، وخصوصا ان هنا وصلوا لمرحله الكيمياء اللي بينهم وبين بعض، قرايه اللعب بينهم وبين بعض، هنا في انسجام بشكل كبير جدا للثلاثه الهجوميين دول. اهم اوراق، عايز اقول حاجه ثانيه يا كابتن؟ لا تمام. اهم اوراق رابحه من وجهه نظركم ابتدي بكابتن احمد، هيشيلها مستر موسيماني جنبه على مقاعد البدلاء، يعني مين ومين تراهنوا عليه ممكن يكون ليه دور حاسم في مباراه بكره؟ انا بشوف عبد القادر، احمد عبد القادر. عبد القادر ممكن يبقى تغييره كويسه، تغييره جيده. بشوف حسام حسن ممكن يبقى تغييره جيده، لو بحس ان هو ممكن يلعب باثنين فرود، ممكن يلعب بشريف وحسام في بعض من الاوقات حسب سيناريو المباراه. ايوه لكن انا بشوف ان دول اهم اثنين، عبد القادر وحسام حسن. تمام. كابتن اشرف مع احمد طبعا، وبضم له او بضم حسين الشحات وعمار حمدي. في المباريات اللي زي دي بتفرق قوي صاحب القرار داخل الملعب، يعني صاحب المهاره بيكون دايما صاحب قرار داخل الملعب، وبالتالي عمار يعني اتمنى يكون موجود. انا مش عارف هو هيبقى موجود بكره ولا لا، يعني اتمنى لسه نشوف. ولكن حسين الشحات كمان من الناس اللي هتفرق كتير جدا جدا، اعتقد ان شاء الله تغييرته بكره. مباراه تحتمل مفاجات، يعني ممكن نلاقي بكره مفاجاه في التشكيل او في الطريقه؟ لا انا اعتقد صعب. لا صعب لانه يعني لو فاكر احمد من شويه قال لك النادي الاهلي خلاص بقى معروف في افريقيا كلها انه التشكيل اللي موجود، رغم ان بيبقى فيه روتيشن شويه في بعض المراكز، ولكن في المباريات الكبيره خلاص التشكيل بيبقى موجود بشكل ثابت. احنا قلنا اسماء ال11 واسماء الاوراق اللي ممكن انتوا شخصيا شايفين انه مستر موسيماني يراهن عليها. لكن انت لو بصيت للاوراق اللي بره النادي الاهلي، ودي بقى يهمني اسمع مش خلاص تجربتكم يعني مع النادي الاهلي، انت بتتكلم على اسماء حتى الجمهور مراهن عليها ونفسه يشوفها، منهم مثلا زي ما قال كابتن اشرف دلوقتي عمار حمدي، عندك عمار حمدي، عندك لويس ميكسوني، عندك طاهر، عندك كهربا مع الشحات ومع وليد، كل دي اسماء. ازاي هم بشكل شخصي وازاي مستر بيتشو موسيماني يبقى محافظ على الطاقه، على البوزيتيف انرجي اللي موجوده؟ كل لاعب عنده رغبه في اثبات ذاته، كل واحد عايز يكسب مكانه في التشكيل الاساسي، ورغم صعوبة المنافسة إلا إن كل واحد لازم يبقى جاهز لما تيجي الفرصة. زي ما بيقول جات الفرصة الأكرم استغلها أفضل استغلال، جات على مستوى المنتخب جات الفرصة لرفعت استغلها. إزاي الواحد، إزاي المدير الفني يحافظ على البطاريات دي مشحونة والناس عارفة إنها ممكن ما يكونش عندها فرصة المشاركة كأساسي، لكن لما يحتاجهم يلاقيهم؟ وإزاي هم بينهم وبين بعضهم يبقوا جاهزين لو الفرصة جت يعرفوا يعني يستغلوها ويتمسكوا بيها بأفضل شكل؟ بص يا استاذ احمد، زي ما بنتكلم على مستر موسيماني فنيا، وان هو بيقرا الجيم كويس، وان هو بيعمل تغييرات كويسه، او بيبدا بتشكيل كويس، او بيعرف نقط القوه والضعف في الفرق الثانيه. لكن ما يميز مستر موسيماني هو كيفيه التعامل مع اللعيبه اللي بره. مع اللعيبه اللي بره، وخصوصا انت لما بتلاقي 25 نجم ده بيسبب عليك مشاكل كبيره جدا. طبعا ده لود على اوضه اللبس عنيف طبعا. انت 11 و5 تغيير وهما 18 سكور، لكن انا بشوف ان اي حد موجود داخل قائمه النادي الاهلي هو جدير انه هيلعب. لكن الحاله اللي موجوده داخل اوضه اللبس، الحاله اللي عاملها الجهاز الفني بقياده مستر موسيماني، ان هو مهيئ كل اللعيبه، حتى ان انا اتوقعه اللي هو حتى بره اللي بره ال 18 ان هو مهيئه ان هو ممكن يبقى ليه دور وان هو يبقى موجود. لكن هنا المستر موسيماني لازم يبقى مثبت تشكيل، لازم يثبت تشكيل عنده القوام الاساسي بيعتمد عليه، واللعيبه كبيره عندها من المسؤوليه ومن ان هي موجوده داخل النادي الاهلي، مع احترامي لجميع انديه مصر، ان اللعيب داخل النادي الاهلي حتى اللي بره خالص، حتى اللي بيقعد احتياطي، مش صفه ان هو يعمل مشكله، يعمل مشكله عشان هو ما بيلعبش، لكن في الغرف المغلقه، ودي اللي بيقوم عليها، بيقوم بالدور ده بشكل كبير جدا كابتن سعد عبد الحفيظ. ان داخل الغرف المغلقه اي مشاكل بتنصهر داخل الفريق. لكن اللعيبه قبل ما يكون المدير الفني حاطط اعتماده ان مين هيلعب او مين مش هيلعب، هي اللعيبه عندها ثقافه ان انا ممكن العب ممكن ما العبش، وفي نفس الوقت هي المصلحه العامه والبطوله بتنسب لجميع اللعيبه.
بتنسب للجهاز الفني وبتنسب لمجلس الاداره. فهنا ثقافه اللعيبه ان هو يقعد احتياطي او ثقافه اللعيبه ان هو يبقى موجود بره خالص، دي موجوده في القوام بتاع النادي الاهلي اللي هو ما يملك المقومات بتاعه البطوله، دي من ضمن مقومات البطوله ودي اللي متوفره داخل الفرقه اكيد.